بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعي قناة تقني فلاحي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. كما كتشوفوا المعايز الحلوة بالألبين، وعندنا هنا جديان. إن شاء الله نشوفوا أهم الأمور اللي كنقوموا بها فهاد بعد ما كيفوت شهر رمضان، باش كنبداو كنسمنو الجديان. يعني غنبداو في التسمين ديال الجديان اللي إن شاء الله غنبيعوهم في العيد الكبير. كما كتشوفوا الجديان عندي هنايا، عندي هنايا جديان جوج، المرسيان والكحل، وهاد الالبين اللي كتشوفو هادو بجوج ما غنعلفهمش، غنحيدهم من وسط ديال الكسيبه. وكذلك المعزات هما غنحيدهم. هادو هما اهم الامور اللي غندير دابايا، غنعزل الجديان اللي غيمشيو ينذبحو ان شاء الله في العيد الكبير، غنسمنهم بوحدهم، والجديان اللي كيخدمو في حوله المعزات غادي نخليهم هما والمعزات، نحيدهم نديرهم في مكان اخر بوحدهم تاعهم. بالنسبه للعلف والتخليطه غنديروا على واحد الفيديو خاص ان شاء الله ملي نكون ندير التخليطه غنشوفوها. غنعطيهم دابا كيلو، غندهن بنص كيلو الاسبوع الاول، واحد الربع ايام الاولى غنعطيهم نص كيلو، يعني واحد 250 غرام في الصباح و 250 غرام في العشيه. ومن بعد ما تفوت واحد الربع ايام غنبدي نعطيهم كيلو ان شاء الله، ربع ايام حتى الاسبوع، باش كنتفاداو المشاكل ديال الانتفاخ ولا دياري الى غير ذلك. يعني كندخلوا شويه بشويه في العلف، ما كنعطيوش العلف مره. كما كتشوفوا كنعطيهم الربيع الخضر، يعني الربيع الخضر عاقل شي شويه، بدا كيبس حتى هو راه كيتحسب بالعلف، كيعطي نتيجه مزيان. كيبدل عليه الجديان، كيبدلوا الشعر ديالهم، الزغب ديالهم كيتبدل بهذا الربيع هذا. وغنخليهم ان شاء الله هنا في هذه البلاصه مشمشه كما كتشوفوا، باش يخدموا مزيان. ما بغيتش ندخلهم للكوري باش يضرب فيهم الشمس، ويديروا كيكون عندهم واحد اللون مزيان اللي كيكون ضرب فيهم الشمس، كيكون كيبري، واللون ديال الجدي كيولي كيبري مع العلف. اما اذا كان فضل ما كيعطيش داك اللون، كما الا بقى هنايا برا كضرب فيه الشمس مباشر. كذلك كما شفتوا في الفيديو السابق لهنا، درنا الدواء ديال المراره وديال الريه ولا بوغليب كيسميوه الفلاحه، يعني ضروري ما كنديروا هاد العمليه ديال الدواء ديال المراره. وكذلك درنا لي زونتي بارازيتير اكسترن انترن، يعني ضد الطفيليات الداخليه والخارجيه، باش ملي كندخلوا في العمليه ديال التسمين كتكون النتيجه مزيانه. يعني داكشي اللي عطيناه للجدي كيبان عليه، يعني الا كلا العلف كتبان عليه داك العلف. كنتفاداو يكونوا عندنا هذوك الطفيليات، لانها كتاثر على النمو ولا الجوده ديال اللحم ديال المعايز وديال كذلك الخروف ولا ديال العجل، يعني بحال. دابا ان شاء الله غنحيد هاد المعزات، غنحيد الفحل المورسيانو والفحل الالبين، وغنخلي الجديان هنايا يبقاو لنا جوج ربعة خمسة، يبقاو لينا خمسة ديال الجديان ان شاء الله غنعلفهم. هادو جوج، وهذاك الكروازي ديال المورسيانو والالبين، هذاك اللي في الوسط، وهذوك جوج قرع اللي كنشوفو ديما، راه هذاك اللي في جنب ليا، هذاك حتى هو هادو دابا غيمشيو ان شاء الله للعيد. هادو جوج خوت، ومن بعد ما يفوت ان شاء الله شهر، يعني شهر دابا، من دابا شهر ان شاء الله يبقى العيد واحد شهر ونص، غنولي نعطيهم كيلو ونص للجدي، غنوصل لهم الكيلو ونص ان شاء الله. اذا دابا قلنا بلي كل ما كندخلوا في العمليه ديال التسمين كنديروا الدواء ديال المراره والدواء ديال الريه، وكذلك كنديروا الدواء ديال الطفيليات الداخليه والخارجيه. هذه هي جوج ديال الحوايج اللي كنديروا قبل ما نبداو في العمليه ديال التسمين بهذا بواحد 20 يوم 15 يوم 10 ايام، المهم على الاقل 10 ايام كنديروا الدواء ديال المراره. ان شاء الله في هذه الايام يكون الفيديو ديال التخليطه ديال الالف والتركيبه اللي غنستعملوا، وان شاء الله نتمنى انكم تدعموا القناه بجيم وابوني، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.